مشهد حميمي بين سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب في الخائن يعرضهما للهجوم. تخلى عن ملابسه وقبلها. كان القلب يتحرك في ردموعك ما بتطفي، وجعك ممكن يشفي روحي، حزنك هو السبب، بفرحي جرحك ممكن يخفي. تستمر النسخة العربية من مسلسل الخائن من بطولة الممثلة السورية سلافة معمار والممثل قيس الشيخ نجيب بتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تقدم الأحداث التي احتوت حتى الآن على عدد من المشاهد التي اعتبرها الجمهور جريئة. عمنا بنفس الحارة وبنفس المدرسة. عم بقول وشك مو غريب علي، على كل حال تشرفنا. أهلا وسهلا فيك. وفي التفاصيل جمع الممثلان مشهداً تخلى فيه الممثل السوري قيس الشيخ نجيب عن ملابسه أمام سلافة معمار وقبلها خلال تواجدهما على السرير. هذا المشهد تسبب بحالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه كان قد سبقه مشهد قبلة حميمة جمعتهما. إنه قبلت فيني وإن ما قبلت ما حد رح أعمل شيء أخجل من حالي منه. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو المنتشر، وانهالت التعليقات بين مؤيد ومعارض لهذه المشاهد، فمنهم من اعتبر أن هكذا مشاهد لا تناسب البيئة العربية المحافظة، ومنهم من اعتبر أن لا إشكال في مثل هكذا مشاهد إن كانت تخدم النص وسياق الأحداث. وكان قد افتتح العمل بفضح أسيل الذي تلعب دورها الممثلة سلافة معمار خيانة زوجها سيف، والذي يجسد الدور الممثل السوري قيس الشيخ نجيب لها مع فتاة عشرينية اسمها تيا، والتي تجسد دورها الممثلة السورية مرام علي، وذلك أمام والدي الأخيرة خلال عشاء يجمعهم. الجرأة أنا بلاقيها ضرورية، بس المهم بالجرأة، لما أنت بدك تتناولي موضوع في جرأة لازم تكون وبدأت الحلقة الأولى بالمواقف التي تجعل أسيل تشكك في خيانة زوجها لها، حيث رأت مرطب شفاه نسائي موجود بين أغراضه لتواجهه ويؤكد لها أنه شعر بالجفاف وقام بشرائه. وبعد ذلك تشعر أسيل بالألم في رقبتها، ما يدفع سيف لإعطائها الوشاح الخاص به لتشاهد شعر شقراء موجودة عليه، وتبدأ الشكوك في السيطرة على عقلها وتصرفاتها مع قيامها بمرحلة البحث عن الفتاة. المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن إعجابهم بالأداء الذي تتمتع به الفنانة سلافة معمار، مشيرين إلى أنها تقدم النص بطريقتها الخاصة وتلفت الجمهور نحوها بشكل فوري. فكتبت متابعة: ما حدا قادر يقدم المونولوج الحلو مثل سلافة معمار، دخيلها الصوت بحب كيف بتسرد الحكاية والنص.